انت خايفه تقعدي هنا ولا ايه يا بنتي؟ ده انت هيبقى معاكي ناس متلتله. ده انت معاكي كارولين وام رضا والسواق والسفرجيه والطباخ وناس كتير قوي 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 قوي. وبعدين انت بيتقابليني لو لقيتي دقيقه واحده فاضيه. انا هسيبك تستريحي في الاول وتهدي اعصابك، بعدين هيجيلك ناس على اعلى مستوى عشان يدربوكي على انك تبقي انسه مجتمع من الدرجه الاولى. ايه، انت مش هتبقي مديره اعمال كامل رشوان على سن ورمح؟ عم تحكي جد؟ طبعا عم بحكي جد. انت اكيد جعانه، انا هقول لام رضا تحضر لك عشاء. ام رضا!